دكتور، اهلا 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 وسهلا. دكتور عندي مشكلة، أنا كثير حابة أشد منطقة الزنود، فأجيت أسألك بينفع أعمل بالرياضة؟ رياضة؟ انسى الرياضة خالص، لازم عملية جراحية، لازم عملية تجميل في الحتة دي. عمليات الشد اول شيء رح تترك اثر، بس تعملوها هون، بس اذا عندكم ترهل بسيط اكيد بينفع مع الرياضه. فما تخلوا حدا يضحك عليكم او تسلموا جسمكم لاي حدا، خصيصا اذا كان الامر بيتعلق بصحتكم. وهي بعض التمارين فيكم تعملوها حتى تشدوا منطقه الزنود. ما تخافوا يا بنات يطلع لكم عضل مثل الشباب، مستحيل يصير هذا الشيء، عشان هرمون التستوستيرون المسؤول عن بناء العضل بينفرز بنسبة قليلة عندكم، وضروري بعد التمرين تاخذوا مصدر بروتين حتى تستفيدوا وتشوفوا نتائج.